كنا بنقول لحضراتكم ان احنا اتكلمنا كتير جدا يمكن على مدار الاسبوع اللي فات والاسبوع الحالي عن الكسل والتغذيه الخاطئه واهميه كمان ممارسه الرياضه، وشفنا ده قد ايه في تعليقاتكم موجود وناس كتير فعلا عندها التساؤل ده، يا جماعه نعمل ايه الارق، ايه الاكل اللي ممكن ناكله علشان نقدر ان احنا نتغلب على الارق، ايه اللي احنا ممكن نعمله علشان الكسل اللي يروح من حياتنا. كل ده هنحاول ان احنا نجاوب عليه، بس نرحب الاول بدكتور رامي صلاح، صلاح الدين، هو ماجستير في العلاج الطبيعي واخصائي تغذية علاجية. يا صباح الخير. صباح النشاط. صباح الطاقة. نورنا يا دكتور، اهلا بحضرتك. وعندنا زي ما نهاوند بتقول فعلا ملفات كتير نتكلم مع حضرتك فيها، مسألة الأرق ومسألة إن اليوم المقلوب، الناس اللي بتنام بالنهار أو بتنام يعني اليوم ما عندهم مقلوب بشكل صريح، مشكلة التغذية السليمة، لأن في ناس كتير جدا عندنا في مصر للأسف عاداتها الغذائية تعيسة بالمعنى الحرفي، بتعمل كل حاجة تضر الجسم، فتحب نبتدي بأي ملف من دول؟ كلهم هيوصلوا ببعض. صباح الفل عليك الأول، كل سنة وأنتم طيبين. صباح الفل على كل المصريين وجمهور النادي الأعظم في الكون طبعا. خلينا نقول أول بس إن موضوع النوم أو الأرق أو سلوكيات النوم الخاطئ تبتدي بسلوكيات الأكل، مش مجرد فكرة ان انت يومك مقلوب او ان انت بتنام الصبح وتنام غلط. طبيعة الاكل بتفرق كتير جدا في ان انت هتنام كويس او حتى لو نمت هتنام مرتاح ولا لا، لان هي فكرة النوم جاية ان مخك يرتاح، مش ان انت تنام تبقى فاصل عن الدنيا. لا، انت ممكن تبقى نايم والاجهزة بتاعتك شغالة، تقوم من النوم ممكن تبقى نايم مثلا 6-7 ساعات وقايم عندك تعب، مش قادر تمارس اي نشاطات، عندك مشاكل في العضلات. كل ده راجع بسبب سلوكياتك على مدار اليوم اللي قبله بسبب سلوكيات الاكل الخطأ. تمام، لما بنيجي نقول نوم، انت بتعمل لنفسك زي اتموسفير كده، بتعمل زي جو للنوم، وفي نفس الوقت بتكون مخدم على شويه حاجات هنقولها دلوقتي في الاكل عشان تبدا تنطبع عليك في النوم. لما نيجي نقول نوم او ارق او تعب، اول عنصر مهم من العناصر المهمه جدا هو المغنيسيوم. لما يبقى عندك نقص في المغنيسيوم، اكبر دليل على نقصه الارق بتاع النوم. ده من اعراضه تخش يعني. من اعراضه الرئيسيه يعني. المغنيسيوم ده بيخش في شغل العضلات، بيخش في شغل الاعصاب، وبيخش في شغل حاجات كتيره جدا. بس انا لما بيجي لي حد ويبدا يقول لي ايه، انا مثلا بخش انام الساعه 12 ممكن افضل على السرير لغايه الساعه 2 او الساعه 3. تمام، من ضمن الاعراض الرئيسيه لنقص المغنيسيوم هو الارق اللي بيحصل ده. من ضمن الاعراض لنقص المغنيسيوم برضو ان يجي يقوم من النوم يقول لك انا عندي شويه كرامبات، عندي وجع في العضلات، عندي تعب. احنا متعودين ان الكرامبات او التقلصات العضليه دي بتيجي من مجهود عضلي عنيف، ما بالك بقى لما يكون واحد نايم ما بيبذلش اي نشاط، خاصه السيدات، وتلاقي بتقوم من النوم بتحس بخلل في العضلات وتحس بكرامبات او تقلصات عضليه، ده بسبب سلوكيات اكل غلط. تمام، طب المغنيسيوم موجود في ايه؟ تمام، انت هتلجا للمكملات الغذائيه، لو هنقول كادويه او مكملات غذائيه، لما يكون النقص حاد، وده لازم دور طبيب، عشان انت ما ينفعش تروح الصيدليه تقول له انا عايز كذا. تمام، طيب الاكل اللي موجود فيه المغنيسيوم موجود فيه ايه على مدار اليوم؟ البقوليات، الاكل بتاع المصريين بيحبوه، الفول، العدس، الفاصوليا، اللوبيا، الحاجات دي كلها غنيه بالمغنيسيوم. من الحاجات المهمه جدا الشوكولاته الدارك او الشوكولاته الداكنه. في علم التغذيه المصطلح ده مشهور جدا يعني، احنا عندنا لما بنيجي نكتبه للمرضى بيفرحوا جدا. تمام، بسبب السعاده والانبساط وكله. الشوكولاته الدارك بتقدم لك ممكن توصل ل 30-40% من احتياجك للمغنيسيوم على مدار اليوم. تمام، المكسرات و يعني احنا بداناها بالبقوليات ختمناها بالايه، بالمكسرات. بس ده فيها تخن دي يا دكتور رامي ولا ايه؟ لفظ التخن لفظ نسبي، خلي بالك. تمام، انت عندك انبوت واوتبوت، مدخول وخارج. لو انت قدرت تحقق المعادله في اللي يساوي ما بينهم انت مش هتدخل. انت جسمك محتاج كل حاجه. تمام، طالما بتاكل صحي وبتاكل بسلوكيات مظبوطه وعلى مدار يومك وعارف التوقيت اللي هتاكل فيه وهتاكل ايه، انت مش عمرك ما هتدخن. يعني انت الناس تيجي تقول لي هنمنع النشويات، لفظ منع النشويات ده لفظ قاسي جدا، لفظ شرس جدا. طالما ما عنديش سبب عضوي يجبرني ان انا امنع النشويات، زي مثلا السيدات اللي عندها تكيس مبايض، او الناس اللي عندها مريض سكر من النوع الثاني، او عندي الناس اللي عندها الزهايمر، الكيتو دايت او البرامج الغذائيه اللي بتعتمد على منع النشويات ده العلاج مرض، مش موضوع عشوائي. تمام، لما اجي اقول لشخص هو بقى عشوائي مؤخرا، وبقى في توجهات كده عند ناس كتير ان هم يتعاملوا بالنظام الغذائي ده بالتحديد، الكيتو. وفي مقالات كتير قوي كتبت بتقول ان ده شيء خطر جدا، بيجيب نتيجه هائله جدا في الوزن. وللاسف الشيب او الشكل هو العامل الرئيسي في اللي الناس تبدا تبص عليه. الناس ما بتبصش على تفاصيل، ما بتبصش على فحوصات، ما بتبصش على ان انت صحتك عايش بصوره كويسه جدا. الكيتو دايت ببساطه شديده هو انت بتشفت السيستم بتاع الجسم. جسمك كان معتمد على انسولين وجلوكوز، شفته على حاجه اسمها اجسام كيتونيه.
ده حاجه وده حاجه، ده شركه موبايل وده شركه موبايل تانية خالص، يعني سيستم مختلف تماما. فانت تغيير سيستم الجسم لازم يكون عندي سبب عضوي يجبرني ان انا اعمل ده. طيب النشويات مرتبطه بالسعاده، خلي بالك، يعني لما تيجي تقول لواحد كل شوكولاته يحس انه مبسوط، تمنع عنه رز وعيش اسبوع، على مدار الاسبوع ده يبدا يكتئب ويبدا تلاقي عنده مشاكل بسبب منع النشويات. امتى هناكل النشويات؟ هي دي الفكره. النشويات بتقدم لي كميه طاقه كبيره جدا على مدار اليوم، فما ينفعش اجي اخدها مثلا الساعه 9 10 بالليل وانا هنام الساعه 11. انت هتاخد كميه الطاقه دي تعمل بيها ايه؟ صح. هي دي الفكره. لكن لما اجي اقول لك على الفطار خد نشويات، تيجي تقول لي رغيف عيش، اه طبعا كل رغيف عيش هو ده الكلام بقى. هو ده الكلام إيه؟ والله طالما عندي مخرج للسعرات الحراريه جاي على هواها. ايوه على هواها. الحته اللي ذكرت فيها موضوع الدارك شوكليت، خدت بالك انشرحت ازاي؟ لا شكلي لسه في حاجات حلوه جايه. لا في حاجات كتير قوي. اصل كلمه الدايت للاسف اتظلمت ظلم باين في الفكره. هي لفظ دايت لما تيجي تترجمه بالعربي هو لفظ تنظيمي بحت. تنظيم مش شرط يبقى اكل، ممكن يبقى اكل ونوم وسلوكيات وممارسه رياضه، ومش شرط لا لفظ حرمان ده انا عندي سبب عضوي بيجبرني ان انا امنعك من حاجه. انا امنعك، انت مريض سكر من النوع الثاني، مش هقدر اقول لك مثلا كل تمر او كل عسل ابيض بصوره منتظمه، فاهم؟ فاهمني؟ لكن ما عنديش سبب عضوي ايه اللي يجبرني ان انا امنعك. انت محتاج لكل العناصر الغذائيه. النشويات فيها نوعين، فيها نوع بسيط الجسم الانسولين بيطلع بسرعه جدا وينزل بسرعه جدا بدون الخوض في تفاصيل عشان ما نجريش في الحته دي، ونشويات معقده الجسم بياخد وقت كبير جدا في تكسيرها، فبديك طاقه على المدى البعيد زي الشوفان وزي الحبوب الكامله. أيوة بصوره عامه، وبعيدا عن الكربوهيدرات البسيطه زي السكر والعسل والحاجات دي، الحاجات دي الانسولين بيطلع بسرعه ينزل بسرعه. بمناسبه الشوفان، انا ساعات بسمع الشوفان اسمه مقترن بالخسيه، وساعات بسمع ان الشوفان اسمه بيقترن بزياده الوزن، هو على حسب انت بتاكله مع ايه او بتتعامل معاه، بتاكله ازاي وايه المكون بتاع الطبق بتاعك وامتى توقيته. يعني ممكن اكله معينه ممكن حد يستخدمها عشان يفقد وزن او ياكلها عشان يفقد وزن، وحد تاني ياكل نفس الاكل زي التونه مثلا. برضو بسمع ان في ناس يعني اللي راجعين من الجيم بياكلوا تونه، وناس تانيه تقول لك التونه بتخسس بروتين. صح ايه؟ يلا بينا. لا هو الاثنين صح، الاثنين صح. افهمك ازاي؟ لما نيجي نتكلم على الشوفان كحبه كامله، انت لما تيجي تاكل الشوفان مع كوبايه لبن مع بعض وتدوبهم مع بعض وتاخدهم، الشوفان من الكربوهيدرات المعقده. يعني ايه كربوهيدرات معقده؟ يعني الجسم بياخد وقت كبير بالبلدي يقعد يكسر فيها. يعني انت مثلا لو هتاكلها الساعه 10 الصبح، على ما تبدا تحس بالجوع يكون جت الساعه 4 5 العصر، انت محتاج ده. لكن لما تاخد حاجه سريعه التكسير الصبح هتلاقي نفسك على الساعه 11 بدات تحس انك جعان، فتضطر تدخل مدخول تاني. تمام. لان لفظ الجوع لفظ نسبي، هو فكره هل جسمك محتاج معادن وحاجات معينه ولا البالونه خلاص فضيت. معنى كلام حضرتك ان الشوفان بيميل اكتر لافقاد الوزن او حتى افقاد الشهيه لفتره. بالظبط، الشوفان بيديني كميه طاقه عاليه جدا، ما بالك بقى لو جيت اقرنته بعسل واقرنته بموز واقرنته بجوز ولوز مثلا، لو هنا بقى يزود الوزن. ابدا بقى اخش في سعرات، يبدا يديني كميه سعرات اكبر من احتياجي وانفذها. ما انت لما يكون عندك نزول في الوزن، انا يهمني ان انت تخرج من التجربه مش تخين. لا، انت تزيد في الوزن كتله عضليه، تزيد في الوزن صحه، ويبقى شكلك كويس. هي دي فكره زياده الوزن. الناس بتقرن ان انا، ما انت ممكن تصحى من تقعد تاكل عيش طول اليوم وتاكل رز طول اليوم وتكتشف في الاخر انك ما بتزيدش. جسمك بيتعامل مع الحاجات دي بصوره سريعه جدا، دي نعمه طبعا. ناس يعني ده الناس دي في ناس كده، في ناس كتير طبعا، في ناس ده قدامك نموذج اهو للناس. فانت سلوكيات الدايت مش اكل بس، اكل وممارسه رياضه. الرياضه على فكره مش اختيار، مش اوبشن. يعني انت ما ينفعش تقول انا امارس رياضه ولا ما امارسش، هي بس النقطه انك هتمارس رياضه بصوره صح ولا هتمارس رياضه بصوره عشوائيه. هتلعب رياضه عشوائيه تضرك ولا لا؟ ازاي عشوائيه بقى يا دكتور؟ عشوائيه انت ممكن يبقى وزنك مثلا معدي ال 100 كيلو جرام واجي اقول لك اطلع اجري على النيل مثلا لمده نص ساعه، تكتشف بعد النص ساعه ان انت عندك الام في العضلات، عندك مشاكل في المفاصل، عندك الام اسفل الظهر، عندك مشاكل في رقبتك، ثاني يوم مش هتلعب رياضه. ايوه صح. لازم اختار الرياضه المناسبه للشخص وطبيعته. ايه الرياضه اللي بتخسس وايه اللي الرياضه اللي بتزود الكتله العضليه؟ بقى ممكن اسال بقى، لسه انا وكريم كنا بنتكلم على النقطه دي تحديدا. انا يعني مش من الناس اللي بتمارس رياضه بشكل منتظم قوي، بس ابتديت بقالي دلوقتي مثلا اسبوعين، داخل في ثالث اسبوع بمارس رياضه يوميا. جميل. كويس، زدت على الميزان. حلو قوي. انا اكتئبت. حلو ايه يا دكتور رامي؟ لا انا هفهمك بقى، هفهمك ليه يعني ايه زدت على الميزان. انا عندي من ضمن المقاييس بتاعتي جهاز اسمه الان بودي. الان بودي ده عباره عن جهاز ميزان، غير الميزان بقى، سيبك من الميزان الصغير اللي بيبقى تحت السرير ده. الميزان الان بودي ده بيقيس لي الوزن ككتله عضليه، بيقيس لي الوزن كدهون، بيقيس لي الوزن كميه.
تمام. التلاتة ليهم اوزان مختلفه على الميزان. انت ممكن تطلع الميزان تلاقي نفسك زايده. زايده ايه؟ ما انت ممكن من ممارسه الرياضه واكلك للبروتين بصوره منتظمه الكتله العضليه زادت. طب دي زياده غلط؟ لا دي زياده صحيه. ده انا بطالب ان انت تعملي كده، تمام. ازعل لو زدتي ميه زياده عن احتياجك، ازعل لو زدتي دهون. هتعرف منين؟ ما هو الميزان مش بيفصل. لا ما هو سيبك بقى من الميزان اللي عندك، عشان الميزان ده اكبر، اللي هو الميزان الديجيتال الصغير. بيشكل هاجس للناس كلها، هاجس. اللي عايز يزيد واللي عايز يقل. اللي عايز يبقى مريض نفسي تعامل مع الميزان ده. تصحى من النوم الصبح تطلع على الميزان، سوري تخش الطايله تطلع على الميزان، تاكل ترجع تطلع على الميزان. انت مجرد الزياده والنزول مش مجرد اكل وشرب ومنعانك للاكل والشرب. انت ممكن تقعد اسبوع كامل ماشي على حميه غذائيه وتكتشف انك زايد في الوزن. طب انا استفدت ايه؟ لا انت الميزان ده ما هوش مقياس، في تفاصيل كتيره جدا عشان اقدر اقول في الاخر انت شخص بقيت صحي. انا ما يهمنيش ان انت تيجي بعد تجربه التغذيه العلاجيه اجي ابص عليك اقول لك انت عيان او انت مريض. انا استفدت ايه؟ لا انا عايز اقول لك ان انت خاسس بس وشك حلو، صح. انت خاسه بس شعرك جداً. كويس. انت خاسس بس بشرتك ما فيهاش مشاكل. بمناسبه الكلام عن العيان وبتاع، ربنا يعفي عن الكل يا رب. طبعا حضرتك عارف ان احنا العالم كله الفتره دي موضوع الكورونا، فعايزين برضو نعرف من حضرتك ايه الاكلات اللي ممكن تبقى بتزود المناعه في جسم الانسان كشكل من اشكال محاربه الوباء ده. الازمه دي خلينا نقول ان احنا استفدنا منها كتير، وفضحت حاجات كتير قوي كانت معتقدات خاطئه في الفتره اللي فاتت، وادت الاكل حقه. ادت الاكل، حط كلمه تحت كلمه الاكل دي، حقه. المناعه هي الداعم الوحيد ليك في مقاومه الفيروسات والبكتيريا. اي فيروسات وبكتيريا بتقابلك هي المناعه بتاعتك، هي سلاحك. واكتشفنا ده، لا دواء ولا طب ولا اي حاجه، مناعتك اللي بتربيها بقالك سنين هي اللي هتقدر تخليك. طب يبقى انهي اكل بقى؟ بالظبط حاجتين، اكل ورياضه. بالنسبه للاكل 60% 50% من البروتوكول العلاجي لعلاج كورونا على مستوى العالم معتمد على الفيتامينات والمعادن اللي بتخدم على جهاز المناعه. يجي في الترتيب رقم واحد فيتامين سي. طب فيتامين سي موجود فين؟ اصل اول ما تقول للناس فيتامين سي تقول لك برتقان وليمون. لا جوافة. في حاجات اكتر من بالظبط. رقم واحد الجوافة، رقم اتنين برافو، رقم اتنين دكتورة عايش عايش. رقم واحد الجوافة، رقم اتنين الكيوي، رقم تلاتة الفلفل، رقم أربعة تيجي الحمضيات. الفلفل الفلفل أعلى من الحمضيات. الحمضيات زي البرتقان وزي الليمون وزي الاستفندي. فأنت حط فيتامين سي. طب فيتامين سي بيدعم لي المناعة وبيعمل إيه كمان؟ بيساعد لي على امتصاص الحديد. الناس اللي عندها أنيميا، الناس اللي عندها نقص هيموجلوبين، الناس اللي بتيجي تعمل تفحصات تلاقيها 10 أو 9، يبدأ يقول لك يعني عندي 10 أو 9 هبدأ أهتم بأكل الحديد، الكبدة والسبانخ والتفاح والحاجات اللي فيها حديد، ويهمل فيتامين سي. حديد يبقى فيتامين سي عشان يساعد على امتصاصه، يبقى احنا كده عملنا عنصرين من العناصر القوية جدا في دعم المناعة. رقم اتنين الزنك. الزنك من العناصر القوية جدا اللي بتدعم المناعة، تخليك واقف على رجلك، غير ان هو ليه بقى قصة بقى البشرة والشعر والحاجات الكوزماتيكس دي. طيب الزنك موجود فين؟ موجود في الشوكولاتة الدارك، هتلاقي موجود فيها زنك. اللحمة الحمراء هتلاقي موجود فيها زنك. واللحمة الحمراء اللي هي المتاحة لكل الناس اللي موجودة، اللحمة الطبيعية تحتوي على احتياجك من الزنك بصورة كويسة جدا على مدار اليوم. يجي رقم ثلاثة فيتامين دي، فيتامين د اللي هو بدأ ياخد حيز. عيب قوي لما نبقى في بلدنا عندك الشمس من الساعة 8 7 الصبح لغاية الساعة 4 العصر صورتها الطبيعيه، وانت مش وانت عندك نقص في فيتامين د. انا من الناس دي والله. انا عملت تحاليل فعلا عندي نقص كبير في فيتامين دي يعني، وباخد دلوقتي فيتامين علشان ما بعرفش اتعرض للشمس. فيتامين د للاسف الناس ظلمته في حته نقطه ايه، ان هو وجع عضل. لا هو وجع عضل، وجع عضلات ومود. انت لو متغير المزاج ده بسبب نقص فيتامين د. يبقى نقص بالظبط، يبقى بسبب نقص فيتامين د. الشمس هو المصدر الرئيسي لفيتامين د، بتنزل على الجلد، الكوليسترول يتحول من دي 2 لدي 3 اللي هو الاكتيف فورم بتاع الحاله النشطه لفيتامين د. ده اللي انت محتاجه، بالاضافه للاكل الالبان والبيض والجبنه، بس الشمس هي المصدر الرئيسي لفيتامين د. ما تروحش بقى تدور عليه كمكمل غذائي الا اذا كان عندك نقص. يعني برضو عشان نقول للناس، انت ما تجريش تجري على الصيدليه تسحب بقى المكملات الغذائيه دي ظنا منك على ان انت بتدعم مناعتك. لا انا الجا لها لو انا عندي نقص. يعني انا لو عامل تحليل فيتامين د الطبيعي بتاعه من 30 ل 50، الجا لي لو انا مثلا 20 15 10. للاسف انا بلاقي ناس مش غالبا اللي بيلجا للمكملات الغذائيه بخلاف الرياضيين اللي هم بيلعبوا رياضات مثلا يعني حاجات زي حديد وما الى ذلك. مش عاده اللي بيلجا للمكمل الغذائي حد عنده رغبه في زياده وزنه؟ مش شرط. اصل المكمل الغذائي ده لفظ مكمل، يعني انت عندك حاجه ناقصه. أيوة. خلي بالك من النقطه دي. الناس اللي بتمارس رياضه حاجتين، عايز يبقى فت يمارس رياضه يبقى فت يبقى جسمه كويس وكتله عضليه لطيفه وشكلها لطيف، يا اما عايز زياده قويه جدا
في الكتله العضليه، ودولت فئه ثانيه مش عايزين نتكلم عليهم لان هم عايزين حلقه. فانت لما تروح تلجا لمكمل غذائي الجا لحاجه تدعم جسمك زي المكملات الغذائيه اللي بتحتوي على المعادن. ما تروحش تدور على مشروب طاقه، روح دور على مشروب الرياضيين اللي موجود في الماركت برضو. المشروب ده بيحتوي على صوديوم ومغنيسيوم ومعادن انت بتفقدها بصوره عنيفه جدا بسبب ممارسه الرياضه. هو خلفيه السؤال اللي سالته لحضرتك يعني يمكن ان معني اكتر بمساله زياده الوزن من زاويه ان في ناس بتتعامل على اعتبار ان انا ما عنديش شهيه كافيه، او الناس اللي بتدخن بشراهه بتلاقي دايما عندهم يعني الشهيه بعافيه حبتين. أيوة. فالانطباع الشعبي اللي موجود عند ناس كتير ان يعني المكمل الغذائي ده بيحل محل الوجبه العاديه، يعني انا مثلا ما باكلش في اليوم غير وجبه واحده يبقى اخد معاها مرتين مكمل غذائي، فكده بقى انا خدت ثلاث وجبات. حط نقطه اللي هقول لك عليها دي مليون خط تحتها، الجسم امتصاصه للفيتامينات والمعادن من الاكل يفوق تماما امتصاصه من الادويه والتابلتس اللي موجوده، فانت مهما خدت من الادويه جسمك مش هياخد امتصاصه الكافي غير من الاكل والاحتياجات الطبيعيه. امتى بلجأ للمكمل الغذائي؟ برضو النقطة دي لازم أقولك عليها لأن الناس عشان تاخد بالها، أنت مش فكرة أنك تروح تجيب مالتي فيتامين أو متعدد الفيتامينات وتقول أنا أخد منه قرص بسبب أن أنا باخد وجبة واحدة، لأ. في فيتامينات ومعادن لو زادت عن الحد ممكن تعمل لي توكسيسيتي وتسمم، منهم فيتامين د. فيتامين د لو زاد عن احتياجك الطبيعي اللي الفحوصات بتقول عليه اللي هو من 50 ل 80 ممكن يوصل 90، لو زاد عن كده يعمل لي توكسيسيتي، يعمل لي تسمم، تلاقي نفسك عندك غثيان ودوخه وصداع وكل اعراض التسمم بتجي لك. اي فيتامينات من الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون زياده عن احتياجها اللي هي فيتامين A ألف ودي اللي هو د واي وكي، الفيتامين دي لو زادت عن حد تعمل لي تسمم، تعمل لي مشاكل. فما ينفعش ألجأ لمكمل غذائي إلا إذا كان عندي نقص، تمام؟ عندي نقص في فحوصاتي، مش بصورة عشوائية، مش لمجرد إنك بتاكل. أنت ممكن تكون بتاخد وجبة بتديك احتياجك الكافي من المعادن والفيتامينات دي ويطلع عندك نقص في حتة تانية خالص. فيتامين بي 12 مثلا من الفيتامينات اللي بتهتم الناس اللي بتلعب رياضة بالذات، شغل الأعصاب وشغل العضلات. فيتامين بي 12 ليه دور كبير جدا في شغل الأعصاب والعضلات، للأسف الجسم ما بيكونوش بصورة كويسة، لازم تاخده من الأكل، ولو ما خدتوش من الأكل بصورة منتظمة لازم ترجع تاخده كحقن أو أقراص عن طريق الصيدلية، تمام؟ دي الفيتامينات اللي أقدر أقول لك أنت تلجأ ليها، وبرضو عن طريق دكتور، ما ينفعش تبقى بسرعة شوية. طب دكتور رامي، يعني قبل بقى ما نخش على أسئلة الجمهور، بالنسبة للتعرض للشمس وفيتامين د زي ما حضرتك بتقول، يعني المفروض قد إيه في اليوم نتعرض؟ خلينا نقول التوقيت. أنسب توقيت لإنك تتعرض للشمس من الساعة 9 للساعة 10، من 8 ل 10 دول ساعتين دول حلوين قوي. أوكي. والله لو نزلت 11 أنا مش هزعل، مش هتضايق، بس هبدأ أبقى خايف عليك، يعني الفترة بتاعت الظهيرة دي الألترا فايروت وأشعة الشمس بتبقى حادة شوية، فأنا هبقى قلقان عليك، تمام؟ طيب. الفترة اللي هي قبل العصر هم دول أنسب وقتين، من 8 ل 10، والفترة اللي هي قبل المغرب اللي هي مثلا من الساعة 3 ل 5، دول أنسب وقت إن أنت تتعرض للشمس، من 15 ل 20 دقيقة مش عايزك تبقى بيرسكن، مش عايزك تبقى من غير هدوم خالص، انا يكفيني دراعاتك ويكفيني رجلك لو متاح ووشك، دول كفايه بالنسبه لي. الوش بس نحط صن بلوك، يعني مش محتاجين الصن بلوك، ما احنا كده هنحجب اشعه الشمس. مش هو في ناس كتير يقولوا ما غلط جدا اشعه الشمس. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه، رجعنا بقى لاسئلتكم انتوا شخصيا اللي بعتوها لنا، والحقيقه اسئله يعني على كل المستويات، في نماذج مختلفه جدا من الاسئله، بس السؤال الاولاني يعني انا مستغربه حبتين. ناصر بعت سؤال بيصبح على نهاوند وعليا وعلى طبعا كل المشاهدين، وبيسال بيقول يا ريت نعرف نوع التغذيه اللي بتساعد على علاج الانزلاق الغضروف او على تقويه عضلات الظهر بخلاف التمارين الرياضيه. هو في كده؟ طبعا في كده فعلا. ما احنا قلنا احنا قصه العلاج الطبيعي او التعامل شغل فحص انت بتعمله عشان اقدر احدد درجه الاصابه بتاعه الانزلاق الغضروفي، هل الغضروف ده ضغط على العصب فعامل لي مشاكل في الكتله في شغل الاعصاب. الناس اللي هي بتشتكي يقول لك انا عندي تنميل او عندي خدلان او عندي وجع في عضلات معينه بسبب الضغط بتاع الغضروف على الضفيره العصبيه اللي موجوده في الظهر. بناء على المشكله دي بنبدا نحدد الخطه العلاجيه كعلاج طبيعي، وبنبدا نحدد الخطه العلاجيه كاكل. يعني زي ما انا قلت لك دلوقتي في حاجات الاعصاب والعضلات بتحبها قوي، تمام؟ زي فيتامين بي 12 وفيتامين بي 6 من الاساسيات في العلاج لاي دكتور تروح له، بي 6 بي 12 للناس اللي بتعاني من انزلاقات الغضروف، بي 6 بي 12 وبعد كده تيجي بقيه العلاجات. فيتامين دي بسبب نقص فيتامين دي، لان فيتامين دي زي ما قلنا في الاول دوره ايه؟ ياخد الكالسيوم ويدخله جوه العظم فكثافه العظم تزيد. ده انا محتاجه، محتاج ان العظم بتاع العمود الفقري يبقى حالته كويسه.
تمام؟ يبقى انا كده خدمت على الاعصاب وخدمت على العظم، ده اللي انا محتاجه. بدا الضغط بتاع الانزلاق الغضروفي زي ما قلت لكم مثلا ان هو ضغط على العصب، فعامل لي تنميل وخذلان ووجع مثلا في العضلات الخلفيه او يعني لو هنتصنف ان الضغط الانزلاق الغضروفي ده في الفقرات القطنيه، تمام؟ فايه اللي ايه العضلات بتحب ايه؟ بتحب بوتاسيوم ومغنيسيوم. اكتر حاجتين العضلات بتحبهم بوتاسيوم ومغنيسيوم. طب البوتاسيوم موجود فين؟ موز قولا واحدا. المغنيسيوم موجود فين؟ قلنا عليه كلام كبير قوي في بدايه الحلقه. طيب فادي بقى بيقول حاجه جميله جدا، بيقول طبعا صباح الخير والورد والياسمين، انا ببقى مكسل اتحرك. طيب الكسل ده حاجتين، يا كسل سبب نفسي بحت، يعني انت واحد من الناس اللي هو اتعود طول حياته على الرفاهيه وعدم ممارسه النشاطات، او هو طبيعه شغله وطبيعه حياته، او حتى مرحله اكتئاب. في ناس كتير بتبقى عندها مثلا مشكله نفسيه في فتره ما فبتاثر عليها بشكل كبير. الجسم والمخ بيميل لحاجه اسمها الريست بوزيشن او الراحه بتاعته. انت لو قاعد بتسوق قاعد عامل كده وماسك الطاره كده وانت قاعد سايق، انت الايديال بوزيشن كده. تيجي تقول للجسم اعدل للايدل بوزيشن يتعبك، يبدا المخ ينبهك انا تعبان ارجع اقعد كده تاني. هي دي نفس الفكره، لو انت متعود على الراحه على المدى البعيد الجسم ما اول ما بتمارس اي نشاط وجع عضلات جامد جدا وجع عظم جامد جدا، والمخ يبدا يرخم عليك، ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا كنا نايمين طول الليل والنهار، ليه تحطني في الزون ده دلوقتي؟ ليه تحطني في القصه دي؟ هو الجسم بيميل على حسب ما انت عودته. فانت لو معوده على الراحه مجرد بس ما هتبدا زي اللي بيشرب سجاير وبيبطل، مجرد ما هتخرج من الزون دي خلاص هتلاقي نفسك عشت ونشاطات. يا اما نقص فيتامينات ومعادن ممكن تعمل لي مشاكل. اتكلمنا عن المغنيسيوم من العناصر المهمه جدا للارق، الناس اللي ما بتنامش كويس طبيعي بيقوم قرفان ومتضايق ويبدا يشرب كميه كافيين كبيره جدا ظنا منه ان الكافيين بيعوض له القصه دي كلها. لا احنا الكافيين ده من الحاجات المهمه جدا في موضوع مشروب الطاقه وشغل الجسم، والناس اللي بتصحى تشرب 3 4 فناجيل قهوه وما يفطرش و وحاجات من هذا القبيل، تمام. المغنيسيوم عنصر من العناصر المهمه دي، البوتاسيوم عنصر من العناصر المهمه دي، فيتامين د عنصر من العناصر اللي انت اول ما بيحصل نقص حاد لفيتامين د من ضمن اعراضه هو الكسل وعدم ممارسه النشاطات. محمود تيتو ما عندوش سؤال، هو بس بيصبح علينا كلنا وبيقول الاهلي فوق الجميع، ولكن حسين الجميل بيصبح الاستاذ كريم والاستاذ نهواند وبقول لهم يا رب تفضلوا صوت الجماهير وسيف ودرع للكيان. وسؤالي بقى، هل نوم النهار فعلا بيتعب الجسم مع العلم ان انا شغلي دايما بالليل او ده من الناس اللي يومها مقلوبه؟ للاسف موضوع النوم المقلوب ده للاسف بيبقى مضر جدا، تمام. يعني انت يعني بالبلدي كان زمان يقولوا لنا ايه، ساعتين الصبح بما يعادل ساعه بالليل، يعني انت هتنام بالليل 6 ساعات لازم تنام الصبح 12 ساعه عشان تبدا توازن ما بينهم. بالليل في فترة السكون والهدوء وانت حاطط لنفسك الاتموسفير بتاع النوم، مرتبة كويسة، ستارتك قافلة الإضاءة، مفيش أي صوت، العين ما شافتش ضوء بالنسبة لضوء الموبايل، يعني انت ما بتبقاش نايم وماسك الموبايل كده، الضوء ده بيدي ستيميليشن للمخ ان هو لسه احنا لسه صاحيين، يعني هو مش فارق معايا احنا فين ولا بنعمل ايه. والناس اللي بتنام على التلفزيون لازم بالظبط، لا الضوء والصوت والاتموسفير بيفرق كتير جدا في فصلان المخ، هو النوم ان مخك يفصل، تمام. زي فكرة الناس اللي بتاكل قبل ما تنام على طول بنص ساعة أو ساعة، الدم كله بيروح للمعدة، أنت تعبان ومرهق على مدار اليوم فبتنام والمعدة لسه شغالة بتهضم، فكمان 3 4 ساعات تلاقي نفسك قلقت. ليه؟ الدم لسه الجسم فيه أعمال حيوية، أنت محتاج ساعة النوم كله ستوب ما عدا العمليات الحيوية اللي بتتم. مهمة النقطة دي بالظبط. فأنت لو قدرت، الراجل اللي بيمارس شغل اللي بيشتغل بالليل، لو قدرت تخطف 3 ساعات من بالليل وتكملهم الصبح فأنت كده أنقذت نفسك. فكرة انك تشتغل وتصحى الساعة 7 الصبح و8 الصبح مضرة جدا، مضرة جدا على المدى البعيد. ممكن دلوقتي صحتك لو انت شباب صحتك مساعداك، على القدام الرصيد بتاع الصحة واللي انت بتاخده منه للأسف هيأذيك. تمام. أستاذ أحمد عوض بيقول كل ما صحيت بدري جسمك بيبقى نشيط، استعين بالمثل الفلاحي القديم الساعة البدرية منسية. ماشي، يعني ده ما بيقولش هنا حاجه قوي. يمكن احمد السيد بقى انا مشكلتي نفس السؤال برضو، موضوع بكسل. الكسل ايامه بنعيشها، انا مش بلاقي وقت من الشغل، بشتغل من 9 الصبح ل 11 بالليل، نفسي انتظم في الرياضه بس ما فيش وقت. ده مش سؤال يعني. لا انتظام الرياضه على فكره موضوع مهم جدا، عشان الناس بتظلم الرياضه في حته نقطه ايه، ان هو لازم يروح جيم ولازم يمارس رياضات عنيفه. الرياضه بتبتدي من اول المشي، ومن اول المشي ربع ساعه. الرياضه ما بتجيش صوره مره واحده ان انت خلاص خدت القرار فتنزل تروح جيم تمارس ساعه او ساعه ونص، الجسم ما بيستوعبش ده. ابتدي تدريجي، ابتدي يومين في الاسبوع، نص ساعه في اليوم كفايه. مع الوقت هتبدا تلاقي نفسك سلوكياتك وبدات ممارسه الرياضه، لان خلي بالك الرياضه ادمان، الرياضه المخ بيحبها، هرمونات السعاده زي الناس اللي بتاكل شوكليت ويقول لك انا باكل شوكليت عشان ابقى مبسوط، برضو الرياضه لما بتمارس رياضه الدوبامين والسيروتونين فعلا لو مرقنا نفسنا بس عليها الناس مدمنه، يعني تيجي تبص لواحد مارس رياضه بتلاقيه مدمن. صح. مدمن
ليه؟ لان الجسم بيحب الرياضه. حتى لما بيسافروا بره، عندي ناس اصدقاء ليا فعلا لما حتى بيسافروا بره اجازه لازم يدوروا فين اقرب جيم عشان يروحوا، هيحس باكتئاب لو ما لعبش رياضه. صحيح. في سؤال مختلف حبتين، مصطفى احمد بيقول ايه افضل تغذيه للشخص النباتي؟ للشخص النباتي انت خدتنا في حته تانية خالص. ازمتي مع النباتيين في نقطه واحده بس، وهم عارفين كده، وفي ناس مشاهير جدا بدات تدعم فكره النباتيين. تاكل نباتي يبقى الناس دول اعداء، اصل النباتيين اقسام. في ناس بتاخد مثلا يقول لك ايه، لا انا مش هاكل لحمه وفراخ ولبن وبيض واي حاجه جايه من الاتجاه الحيواني، وفي فئه من النباتيين تقول لك لا انا مش هاكل لحمه وفراخ بس هاكل بيض واشرب لبن. تمام. فهنفترض ان هم اقصى مرحله من النباتيين اللي هم اعداء، اللي هو ايه، ما ينفعش تقتل حيوان او تاخد اي حاجه من اللي هي المعتقد الديني، وللاسف ده سايد. ازمتي فين؟ في البروتين. لما تيجي تقسم البروتين تقسمه ثلاث اقسام، يا بروتين تام كامل essential ضروري انت محتاجه، يا اما سيمي حاجه متوسطه، يا اما حاجه اقل في الاحتياج. ضروري ومحتاجه ده معناته ان جسمك مش قادر يكونه، فانت محتاجه من بره. طب ايه اللي انت محتاجه من بره، او ايه الاحماض الامينيه اللي انت محتاجها من بره؟ بتيجي من المصدر الحيواني فقط. تمام. وبالتالي المصادر النباتيه زي البروكلي والفول والعدس والبقوليات والحاجات الغنيه بالبروتين للاسف ما فيهاش احماض امينيه جسمك محتاجها، فعلى المدى البعيد بتجني ثمار. ده هتعمل عضلات، هتعمل عضلات، شكلك هيبقى حلو، شكلك هيبقى حلو، بس هيبقى عندك نقص في الاحماض الامينيه، وهتضطر تاخدها في صوره مكمل غذائي او في صوره بعيده عن انا المدى. عندي سؤال، يعني انا اللي كنت دايما اسمعه ان الفيجيتيريانز اللي هم النباتيين دول بالعكس صحتهم افضل من اكل اللحوم، ده اللي انا اعرفه. حضرتك دلوقتي بتقول ان على المدى البعيد لا، ده مش مظبوط. فكره الصحه في ايه؟ للاسف احنا بنتعامل مع اللحوم على ان هي وجبه رئيسيه، يعني انت بتربط وجبه الغداء في ان هي فيها لحوم ولا ما فيهاش. هي دي الفكره. وعلى الكميه اللي انت بتاخدها. لما نيجي نحسب في في في, في تخطيط الوجبه، لما اجي انا كدكتور تغذيه لما يجي لي مريض وهيمشي بالانس الدايت العادي، لما باجي احسب له تخطيط الوجبه بتاعه 10 ل 15% من احتياجه اليومي بروتين. بس اللي هو فيما يعادل من 100 ل 150 جرام، حته قد كده. انت بتاكل بروتين في احتياجك في اللحوم حته قد كده؟ لا طب لا، ده انت بتاخد حته قد كده، ولو ما بقتش نص الفرخه ولا الفرخه، لو الفرخه مش عارف صغيره ازاي، وتيجي الصبح، ده غير الصبح بقى بياخد بيض وفول ده بروتين برضو. فالرقم بيعلى، فبالتالي دخلت لي في مشكله يوريا وامونيا وشغل كلى وشغل كبد وقصه ثانيه. لكن لو هو كمان لو زاد عن حد وبيتقلب طبعا طبعا، انت محتاج كميه البروتينات العاليه. طب حضرتك بتتكلم في نمط حياه ملايين البشر اللي هو يوميا كل يوم لازم فول وبيض على الصبح. لازم ليه بقى؟ لان البروتين بيشبع، بياكل فول وبيض عشان يفضل شبعان لمده 7-8 ساعات ما يشغلش دماغه بالاكل. هي دي الفكره. الناس بتصحى الصبح تاكل 7-8 ساعات. ايه يا دكتور؟ 10 ساعات بنجوع بعدها بساعتين والله. لا ما حسب نوع الفول. طب الصح ايه بقى في الحاله دي؟ لو صح انت يعني كل ده اللي عنده العاده دي غيرها بايه؟ لا ما تغيرهاش، بالعكس انا محتاجك تاكل بيض وفول، بس تاكل بالكميه اللي جسمك محتاجها، ما تاكلش عشان تبقى شبعان. مش قادره يعني على الصبح. بالظبط. هي الفكره كلها في الجوع. لما تيجي تصنف الجوع حاجتين، يا الاكل بدا يتصنف لمكملات غذائيه، بدا يتصنف لفيتامينات ومعادن، وبدا يمشي في الدم والجسم بدا يمتصه، فالمخ يستوعب ان خلاص انا شبعت، يا اما سنس اوف فولنس ان انت تحس ان انت ايه، البالونه اتملت. في واحد يفضل ياكل لغايه لما ينهج، واحد بياكل لغايه لما يحس انه بدا يشبع. انت حسب ما بتعود معدتك ومساحتها انت خلاص. هي بالمناسبه المعده فعلا ممكن توسع زي ما بيقولوا بالتعبير الدارج. طبعا. يعني فكره ان انت معدتك اكلتك صغيره ومعدتك صغيره، صعب تضغط على نفسك فعلا. لو ضغطت على نفسك وخدت كميه اكل كبيره ممكن يحصل مشاكل كبيره جدا. والعكس صحيح، لو حرمت نفسك فتره، يعني حتى احنا بعد رمضان طبعا الناس اللي مش بتاكل دبها بعد الفطار، انا على فكره بخس في رمضان جدا حلو بقى. وبعد رمضان بشهر وبعدين ارجع اعوض كل اللي انا خسيته. الصيام ده نعمه صراحه، بحس ما عملناش حاجه على اخر السنه. الصيام ده نعمه، الصيام ده انا حتى الصيام الاسلامي، وعندنا نظام في انظمه الدايت اسمه الصيام المتقطع، من اعظم الانظمه اللي بتجني ثمارها. مش انت تخس بس، لا ده انت بشرتك تبقى كويسه وشعرك يبقى كويس، زي تنظيف الكتله العضليه للجسم. لا شغل فيه وظائف كتير حيويه بتيجي في فتره الصيام بتفيد جدا الجسم، من اهمها الاوتوفاجي. الاوتوفاجي لان الجسم بيبدا يكسر الخلايا التالفه اللي موجوده جواه، ياخد منها الفايده ويطردها بره، فتلاقي عوامل الشيخوخه بدات تتاخر. ممكن تلاقي الناس اللي بتعمل صيام متقطع ده عوامل الشيخوخه ما تظهرش عليه غير مثلا 50 55 سنه، تبص عليه تقول ده حالته كويسه، بيمارس رياضه وعامل صيام متقطع. الجروث هرمون اللي احنا بنجري على الصيدليات عشان نجيبه وناخده كمكمل غذائي للناس اللي بتمارس رياضه والناس اللي عندها مشاكل في البشره و و و و، الجروث هرمون بيعلى فيما يزيد عن 500% في فتره الصيام المتقطع.
فاهمني؟ فانت حاجات ربنا خلقها لك، بس تدور وتتعب اول يومين ثلاثه فيهم مجهود بس عشان تجني الثمار، عايز لك يبقى الموضوع يبقى لايف ستايل او سلوك حياه. طب ممكن استكمالا للنقطه دي بس في اللي هي بتاعت احنا لما بناكل زياده معدتنا بتزيد، احنا اوقات ما بيبقاش لنا يد في القصه دي، لان احنا ثقافتنا كده بالذات لما بنتعزم عند قرايبنا اللي هم جدتنا خالاتنا غصب عنك بتبقى ثقافتنا ان احنا بنرحب بضيوفنا كل كمان، طب عشان خاطري، طب فاحنا دي ثقافه، فالواحد اوقات بيبقى فعلا مش قادر بس بيتكسف، فما بتتغيرش مش يعني. مش ثقافه، بص انت قعدت هو اجبرك انك تاكل وتبقى مش قادر، خلصت العزومه وانت مشيت، هو هيجي معاك يجيب لك دواء من الصيدليه؟ لا، هو هيبقى معاك صاحي طول الليل وانت بطنك مقلوبه وحالتك صعبه؟ لا، هيبقى مبسوط معاك وانت عند دكتور التغذيه عشان تخس عشان طلع لك كرش؟ لا، فكر في الحاجات دي صدقني هتلاقي نفسك بتتصرف. طيب. والسلوكيات دي والثقافات دي هتبدا تتغير للاسف. والله. المناسبات بقت مرتبطه بالاكل، خروجاتنا بقت مرتبطه بالاكل، احنا لو ما خرجناش وما رحناش مطعم يبقى الخروجه بايظه، لو ما خدتش ابنك بعد ما جاب درجه حلوه في الامتحان وجبت له بار شوكليت قبل كده قد كده ولا خدته اديته مطعم يبقى انت ما كافئتوش. بتتربى في اللاوعي، بيكبر بيبقى الاكل هو المكافاه او الاكل هو تعبير عن طبعا مع حضرتك جدا. مساله الكسل والنوم المتقطع متكرره في اسئله كتير، فانا بدور لحضرتك على الاسئله المختلفه، من ضمنهم سؤال من استاذ محمد ابو النجا بيصبح علينا جميعا وبيسال حضرتك ايه افضل نظام غذائي لمرضى السكر، وبالتالي السؤال ده بيهم يعني الالاف من المشاهدين. مرضى السكر، مرض السكر خلينا الاول احنا ممكن نصنفه ان هو ما يبقاش مرض، مجرد ما بتصاحبه انت بتقدر تعيش وبتبعد تماما عن الكومبليكيشنز او المضاعفات بتاعته. في نوعين من مرضى السكر، النوع الاولاني الناس اللي هي بتاخد انسولين، اللي عندها مشاكل بسبب الانسولين وبتاخد جرعات الانسولين، فدول للاسف هيبقوا معتمدين على الانسولين على مدى حياتهم، مع تنظيم الاكل الدنيا بتمشي كويس. النوع الثاني اللي هو بيمثل 85-90% من مرضى السكر اللي موجودين، انسب انواع نوعين وانا عندي تحفظ في الثالث. رقم واحد الصيام المتقطع، تنظيم الانسولين وزياده حساسيه الخلايا للانسولين اللي هو المتهم الرئيسي في موضوع مرض السكر بيزيد في موضوع الصيام المتقطع وبتحسن بصوره كبيره جدا. فبتلاقي مريض السكر اللي بيمشي على الصيام المتقطع على مدى مثلا شهرين 3 شهور، تيجي تعمل له فحوصات التراكمي او حتى الصايم او الفاطر، تلاقي الارقام اتحسنت بصوره عنيفه جدا. تلاقي جرعات الدواء بدات تقل، في ناس بفضل الله بتوصل للنتيجه ان هي ممكن تبطل تاخد الدواء لمجرد ان هو منظم اكله. لا، ده انت بتيجي تتعامل مع مريض سكري انا هاكل حلويات يا عم، انت هيموتك، هاكل حلويات، هاكل نشويات، يبقى معتمد على ثقافه ووعي المريض، وده اللي بيبقى دور اخصائي التغذيه، او مش دوره تنظيم اكل بس، دوره ان ينقله من مرحله ثقافيه لمرحله ثانيه. يبقى الصيام المتقطع رقم واحد بيخدم مريض السكر من النوع الثاني. رقم اثنين نظام اسمه اللقيمات. اللقيمات ان انت بتاكل وجبه صغيره الحجم على مدار فترات متباعده، يعني كل ساعتين بتاخد وجبه بسيطه، وان كان عندي تحفظ في فكره الصيام المتقطع لان ده بيعمل استفزاز للانسولين بصوره منتظمه، فده ممكن على المدى البعيد ما تبقاش نتائجه عظيمه زي الصيام المتقطع. يجي بعد كده الكيتو دايت، للاسف الكيتو دايت او مش للاسف خلينا الكيتو دايت بينجح بصوره كبيره جدا مع مريض السكر، لان زي ما قلت لك انسولين وجلوكوز اللي هما المتهم الرئيسي لمريض السكر هو بيشفت السيستم تماما على حاجه اسمها اجسام كيتونيه، فخلاص بقت قصه السبب الرئيسي لمرض السكر اللي هو الانسولين والجلوكوز ما بقاش موجود، انا معتمد على اجسام كيتونيه، معتمد على طبيعه اكل معينه اللي هي اصلا احنا بنرفضها لمريض السكر زي الكربوهيدرات وزي الفاكهه و و و وحاجات كتيره جدا في الكيتو دايت، عايز له حلقه كبيره. يبقى هما دول الثلاثه، حط الصيام المتقطع قدام عينيك بالذات 16-8، تصوم 16 ساعه وتاكل خلال 8 ساعات، 3 وجبات خلال 8 ساعات، احتياجك اليومي من السعرات الحراريه، ممكن ما تبقاش مريض سكر. لازم تنورنا مره ثانيه، ملهاش حرب يعني، نورتنا وشرفتنا وافدتنا حبيبي. بشكرك، شكرا جزيلا، موجود معاكوا على قناه النادي. شكرا دكتور رامي، ونستاذنك بعد الحلقه نقعد معاك شويه تقول لنا انا حاجه عشان اخس وكريم حاجه عشان يزيد يعني. عينيا طبعا، نورت الدنيا. شكرا لحضرتك، بشكرك يا هواندو، وبشكر حضرتك، وبنشكر اكيد مشاهدينا في كل مكان.